ذكر لي هو ما قبلت المهمة هذه مع مراد صقلي إلا بشروط. قلت له المسرح الوطني يلزم فيه مدرسة، مش معقول أنه تكوين المسرحي يكون مناط بعهدة وزارة التعليم العالي ولا وزارة التربية وحدهم. علاش خرج من وزارة الثقافة التعليم؟ علاش خريج المعهد العالي لفن المسرح اللي هو عنده يعني يتلقى تعليم جامعي جامع أكاديمي، أنت المشغل متاعه وماكش مسؤول على تكوينه. يلزم التكوين يكون في صلب المؤسسة الرئيسية الأولى اللي هي المسرح الوطني. كان مركز الفنون الدرامية قبل، مشى المركز هذا، كانت مدرسة تونس مشيت، يلزم يرجع التكوين للمدرسة. قبل واقترحت عليه استراتيجية عامة تنطلق من تكوين في الحرف المسرحية، مش تكوين الممثل فقط، ومنها المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية اللي تشمل الممثل، المخرج، الكاتب، السينوغراف والتقني. وهذا فاش مشين وتحصلت هالمدرسة هذه في الأثناء بعد 4 سنين على القانون الأساسي متاعها. قلت المدرسة لا مناص منها، إذا نحبوا نكونوا ممثل المستقبل ومخرج المستقبل وكاتب المستقبل إلى آخره. إذا ثم مدرسة للممثل لازم يكون ثم فضاء سانح للتربص بعد تكوين النظري والتطبيقي. المسرح الوطني الشاب، وهذا حلم قديم عندي أنا، أنه تكون ثم مجموعة قارة ولو تتغير تتبدل، وهذا اللي حدث، هي اللي الإنتاج يكون مناطب عهدتها، يجيبوا مخرجين من برا ويتعام من برا من خارج المؤسسة، حتى من الخارج يوصلوا آليات الصعود على الركح ومواجهة الجمهور ومواجهة اللعبة المسرحية. فإذا كان هناك تكوين في صلب المدرسة ونواة مسرح وطني شاب اللي هو عبارة على فرقة قارة يعني تقوم بالإبداع في صلب المسرح الوطني، بعده هو الركيزة الثالثة هي التوزيع، والركيزة الرابعة هي الاستقبال من الداخل ومن الخارج وإقامة هذه التظاهرة الجديدة أسبوع اليوم العالمي للمسرح وعديد التظاهرات والنشاطات الأخرى والبرامج الأخرى. فاللي وصلنا أرسيناه وتقدمنا به والأرقام تشهد على هذا، والمداخيل الذاتية اللي احنا مطالبين ب10% نوصلوا ل 40% من مداخيل ذاتية نمولوا بها إنتاجاتنا ونمولوا بها عروضنا ونمولوا بها استقبالاتنا إلى آخره، وتدخل لنا برشا فلوس بالعملة الصعبة. يعني على هالأعمدة الأربعة، على هالركائز هذه الكل، نجمنا ندخلوا في إصلاح البنية التحتية ونقتنيوا تجهيزات هامة ونحلوا المقهى الثقافي اللي هو يستقطب برشا فنانين اللي يهتموا بالمسرح، اللي جبناهم واللي ربيناهم احنا واللي تربينا معاهم، اللي هما يواكبوا في أعمالنا ويعبيوا في الصالة متاعنا بأعمالنا وبأعمال غيرنا. فالبنية التحتية والتهيئة والبناء والتحسين هذا كزادة استراتيجية الكبرى متاعنا. يعني أنتجنا 22 مسرحية، استقبلنا من الخارج فوق 30 مسرحية، قمنا بعشرات التظاهرات من القراءات، من السيني كلوب، من الأوركستر سيمفونيك، من تكريم الموتى والحيين اللي عندهم علاقة بالمسرح وما حول المسرح، كما سمير العيادي، كما نور الدين بن خضر، كما عبد الوهاب جمني، كما عبد الوهاب المدب، كما أقطاب الفكر التونسي في الخارج وفي الداخل والمسرح أساسا. يعني هذه الأنشطة المتعدة عددها كبير كبير جدا بدرنا بها، معها إصلاحات إدارية هامة وقانونية هامة ومداخيل هامة. هذا اللي باش نخليه وهو رانا تما، وحققنا 70 بكل تواضع و75% تبقى
اصلاحات ما تمتش، برشا مشاريع ما نجمناش ننجزوها وحبينا نرجعوا الاعتبار للسيرك الوطني، خاطر هذاك منجز هام قام به محمد الدريسة الله يشفيه، حبينا نرجعوا له، حبينا ندخلوا في تكوين المخرجين وتكوين السينوغراف وتكوين الكتاب، هذا الكل نصبوا اليه، ونتمنى انه اللي باش يجي بعد يكون عنده اهتمام خاص بالتكوين. راس المال هو التكوين، هو المخ، هو الوعي، هو شنو باش متكون ممثل الغد ومخرج الغد وكاتب الغد. الدنيا تمشي بسرعه مذهله، قاعده تتقلب سفيها على عليها، من الضروري انه نفكروا في مسرح غدوه وبعد غدوه، ما ناخذوش كان من اللي عملناه وما نشتروش اللي عملناه ونجمدوا اللعبه المسرحيه. اي الشراكه، اي الاحتواء، لا انا ضد هذا، والاخر وقت رافض انه المراكز الفندرامية اللي 26 واللي كل مركز عنده خصوصياته ومشاكله ومراجعة تامة يلزم للاعتمادات وللبنية التحتية وللتجهيزات وللتكوين وللإنتاج وللاستقبال وللترويج، شانتي كبير كبير تحب تبرك المسرح الوطني لحق له مراكز فندرامية. أما يبدو أنه ثم مشروع إبنا قاعد يتخدم عنده أشهر بفضل المدير الجديد، الوزير الجديد متاع الثقافة سي يوسف بن إبراهيم، اللي سعى من وقت شيراز العتيري في إرساء هالإبناء، هالمؤسسة ذات صبغة غير إدارية اللي على غرار المسرح الوطني تتلهى بجدية كبيرة مراكز فن درامي. الحاقها بالمسرح الوطني يضر المسرح الوطني، أعتقد ويضرها، تولي دولة في دولة، وهذا علاش نخير أنهم يكونوا بعاد على بعضهم وقراب في تفكيرهم العام، في إنتاجهم، في تعاملهم مع بعضهم. هالكتاب جاء باش يسد فراغ كبير. كيف تشوف شنو الكتاب؟ اسمه الرجوع إلى الصورة ليحيى المسرح التونسي. هي هالستة سنوات وشوية، ستة سنوات ونص، رغم اللي عام 2020 كان عام كارثي، هو توثيق ذاكرة للتاريخ ليكون مرجع من جملة المراجع اللي تحكي على تاريخ أمسى عريق، تاريخ المسرح الوطني. قلت لك في الليزارشيف متاع المسرح الوطني ثم برشا وثائق جمعناها، حفظناها، رتبناها، نظفناها، حسناها بهالست سنين هذوما، حبينا تكون ثم شاهد حي. والكتاب ما أدرك ما الكتاب، يقول بين 2014 و2020 جات مجموعة، عصابة من المفكرين والمثقفين والفنانين والإداريين، يعني اجتهدت وتلمت حول مشروع. المشروع ما هوش مشروعي وحدي، مشروع خيرة الناس اللي لقيناهم في المسرح الوطني وخارج المسرح الوطني، ليلتفوا حول هذه الاستراتيجية وأنجزوا منها بدون تردد. نقول تقريبا 80% من اللي جينا على خاطر، وهذا شيء كبير ومكسب للذاكرة العامة الثقافية الفنية متاع لبنان. المسرحيات اللي اقترفتهم في المسرح الوطني هي العنف والخوف ومارتير. مارتير ما اخترتهاش، أنا كنت فعلا مع الجليلة بكار نجهزه في مشروع جديد باش نقفل به أنا هالست سنين اللي عديتهم في المسرح الوطني، سميتها الحلم. قلنا بعد العنف والخوف، وناس قولوا لنا ياسر قاتم المسرح متاعكم، ياسر متشائم، فرحونا، فرهدونا، احكيوا لنا على شيء آخر. قلت تو نعملوا مسرحية اسمها الحلم، وبدينا نخدموا عليها، إلى أنه واحد من خريجي المسرح الوطني الشاب اقترحت عليه باش يقوم بمشروع مسرحي مع خريجي المدرسة والمتربصين في المسرح الوطني الشاب. بعثته في تربص لمدينة ليون ورجع لي بنص وحكى لي على فرجة أدهشته في المهرجان من ليتوانيا والنص ألماني. قلت له على شنو يحكي؟ قال لي يحكي على التطرف عند المسيحيين. قلت والله محلاها الفكرة، قلت وشجعته
حكيت على ذمته المتربسين والامكانيات الماديه واللوجستيكيه، لكن صعبت عليه برشا العمليه، وصعبت على الممثلين الجدد عندهمش تجربه وهو ما عندوش تجربه. ف جيت نعاون فيه بشويه بشويه، وليت انا نسير في التمارين برضاه هو وبالحاح وبالحاح المتربسين انهم يتعاملوا مع الفاضل الجعايبي من غير جليله بكار ومن غير فاطمه بن سعيدان ومن غير رمزي عزيز الى اخره، الى اللي اعتاد انه يتعامل معهم. فهذه تجربه فريده من نوعها، ما كنتش ناوي نحكي على الارهاب، حكيت عليه في تسونامي، حكيت عليه في 50، اشرت له في حتى في الخوف ان نواجهه وعلى طريق يعني ثقافة أخرى، حضارة أخرى، دين آخر، أحسن طريقة باش نحكي به الغادي من الدين الآخر ومن الإنسان الآخر على الإنسان في كل مكان وزمان، إنسان التونسي ولا السنغالي ولا الألماني، مش هذا الموضوع. كيف يتفاعل الإنسان مع الكتاب المقدس في كل زمان وفي كل وقت؟ هذا اللي جلبني في النص، الطرح متاعه ووضع يعني كيف نقول النقاط على الحروف الحساسة في هذا الطرح. كيفاش يتكون الإرهابي؟ كيفاش يصير غسل الدماء من فراغ كبير كما قاعدين نشوفه اليوم؟ فراغ كبير، فراغ فكري، فراغ تربوي، فراغ ثقافي، فراغ حضاري، في تقلبات سياسية رهيبة. يلقى نفسه في عائلة متداعية ومش ماديا عاطفيا، في وسط تربوي منهار، في شارع، في بيئة، في مراجع مختلة إلى أقصى درجة. فلا يغر أنك أنه يكبر هو في سن المراهقة 16-17 عام، أنه يتجذر يلتجئ إلى الكتاب المقدس، يلتجئ، ما يلقى نفسه ما عنده حتى ركيزة غير هذا النص، يختفي وراه يمن بما يريد أن يؤمن به فيه، سواء موجود ولا وإلا يعني أول فيه، ويصل إلى مستوى من التطرف يقتل به النفس البشرية ويحاول يقتل روحه. ثم تأطير مباشر يبدأ ساعات من المهد بالمدارس القرآنية، وهذا هذه الظاهرة تمشي وتعم عند المسيحيين، نظن أن الكنيسة هي اللي تأثر، وفي الواقع هو يمتد كل ما يحب ياخذه من الدين وما يقراه وما يأوله وما يحاول يطبقه مباشرة من الكتاب المقدس. لكن وقت اللي يتعرض له القس يلقى نفسه ماهوش يدافع على نفس الدين اللي دافع عليه القس، يعتبر أنه الدين عنيف، أنه الدين يلزم ينتقم للبشر، ينتقم للدين المسيحي، بينما القس يقول له وقت المسيح يقول وقت اللي واحد يعطيك كف مد له الخد الاخر، قل وانا ما نمدش الخد الاخر، انا انتقم للدين اللي نمن به بحد السيف. ويستشهد بالنصوص الدينيه المقدسه. والا هو في حاله تعيسة برشا، المسرح يرثى له، يموت، تحب تقتله نحيله الجمهور. هو شو خاصيه المسرح الحي؟ عليه يسميه فن حي، لأنه الحي خاطب الحي. أنت هنا في القاعة توا تخاطب في الناس اللي قاعدين ورايا في القاعة، هالتواصل المباشر تلقاه لا في السينما لا في أي ميدان إلا في المسرح. فإذا تحيلوا الحي اللي يتواصل مع الحي ويضحك في اللحظة اللي أنت تقول فيها الحاجة ويتفاعل معاك وينتهي كل شيء بانتهاء العرض وقتله ويصبح حي، ما ينجم يعوضه شيء. إذا المسرح ولا يتعدى عبر القنوات التلفزية ولي ريزو سوسيو واليوتيوب وكل شيء، ما عادش، ولا ضرب من ضروب الفرجة المرقمة اللي تتعدى كيما المسلسل وكيما الفيلم في قاعة السينما. يختموا معك سي الفاضل، بعد نهاية العهدة نتاعك في المسرح الوطني التونسي، شنو معناها مشاريعك المستقبلية بعد المسرح الوطني؟ ثم حاجات ما نجمش نحكي عليهم لأنها سابقة وينها، لكن أنا باش نرجع الفاميليا داري، عائلتي، فيهم فما جليلة بكار وآسيا جعايبي، عندنا برشا مشاريع
سنقدم عليها عام 2021 و22، وعندي مشروع سينمائي نحكي لك عليه في الوقت المناسب.